لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين، ده لازم يكون شعارنا في الموسم الحالي اللي فيه محاولة انه يكون تكرار لتجربة موسم 2014-2015 على مستوى الأخطاء التحكيمية المتعمدة ضد الأهلي والصالح الزمالك. وأنا هنا بفترض منتهى سوء الظن، لأن اللي بيحصل في ماتشين الأهلي ووادي دجلة والزمالك وإنبي دي خطايا تحكيمية مش مجرد أخطاء، وده اللي هنثبته في الحلقة دي من درع الأهلي. ومعاكم أحمد قيشو، ويلا بينا نبدأ. هنبدأ حلقتنا بالخطايا التحكيمية اللي حصلت في الأسبوع الخامس من الدوري المصري. طبعاً بنتكلم عن ضربة جزاء واضحة جداً للنادي الأهلي أمام وادي دجلة، من شد واضح جداً من لاعب وادي دجلة للاعبنا أحمد رمضان بيكهام، وشد من الذراع، وطبعاً الكلام ده بشهادة خبراء التحكيم، ضربة جزاء في منتهى الوضوح وفي وجود الفار، لكن لم تحتسب وتم حرمان الأهلي من الثلاث نقاط بتوع الفوز، وبالتالي هو أخذ نقطة التعادل، يعني اتحرم من نقطتين بفعل فاعل. نروح بقى في نفس الأسبوع لكن مباراة الزمالك وإنبي، المباراة اللي أدارها تحكيمياً الحكم محمد الصباحي واللي تغاضى عن فضيحتين. دي فضايح تحكيمية، ضربتين جزاء، يعني هتلاقيهم على أول إيدك اليمين كده في كتاب ضربات الجزاء، كورتين واضحين جداً من دفع سواء من إمام عاشور لاعب الزمالك أو طارق حامد، الاتنين ضربات جزاء واضحة جداً لكن لم يتم احتسابهم، وفاز الزمالك برضه بفعل فاعل. يا كابتن احمد، لو انت حضرتك حكم المباراه دي ورحت شفتها في الفار هتقرر ايه؟ لا، في ركله الجزاء طبعا، انا قلت ركله الجزاء. طيب انا بحلمت ركله الجزاء موجوده، مفيش كلام، الدفع للاعب خلاص، يعني ما هو يعني الايد لما هتفرد كده بالشكل ده وافقد اللاعب توازنه، فبالتالي دي ركله الجزاء لم تحتسب. خلونا بقى نركز شوية مع الحكم محمد الصباحي اللي أهدى الزمالك الفوز على إنبي بعدم احتسابه ضربتين جزاء لإنبي. هنلاقي إن هو نفسه حرم الأهلي من ضربة جزاء واضحة جدا لصالح رمضان صبحي لما كان مع النادي الأهلي أمام الإنتاج الحربي في الموسم الماضي 2019-2020. كان نفسي طبعا الصباحي كان مش قريب هنا، كان ممكن بقى بص قريب والله مش بعيد، لا هو كان وصل بعد بعد ما حصل ما شافش. لو كان في حكم اضافي انا بعتقد ان كان ممكن يساعده في اللعبه دي. دي ضربه جزاء لم تحتسب. ماسك يا كابتن. نعم تمام تمام. جزاء انا كان نفسي الصباح يحسبها. شايف بقى الحكم اللي ما حسبش ثلاث ضربات جزاء في منتهى الوضوح دول، اتنين لإنبي وواحده للاهلي، هتلاقيه حسب ضربه جزاء وهميه غير صحيحه تماما لنادي الزمالك امام إنبي نفسه، لكن الموسم الماضي 2019-2020. ازيد عليها كمان ماتش الزمالك وانبي، الحكم المساعد حسب ركله الجزاء غير صحيح، حسب للزمالك. للزمالك خد بالك بقى من نقطه مهمه، الحكم محمد الصباحي مش هو اللي حسب ضربه الجزاء دي، اللي حسبها او اللي اشار بيها هو الحكم المساعد له هاني عبد الفتاح. فالحكم محمد الصباحي احتسب ضربه جزاء غير صحيحه للزمالك بناء على اشاره حكم المساعد، لكن مع النادي الاهلي والحكم المساعد اشار له بضربه جزاء صحيحه امام بتروجيت رفض احتسابها رغم اشاره الحكم المساعد. اذا هو مع النادي الاهلي مش بيحسب الصح، ومع الزمالك بيحسب الغلط. مساعد الحكم كان اكثر من رائع يا كابتن احمد. طب استنى بس قبل المساعد، كان خد قرار المساعد. معلش استنى بس يا حبيبي، ثانيه واحده بعد اذن سعادتك. اتفضل. قول لي البنالتي فين؟ ايد بقى هنا جت على الرجل ولا لا؟ ولا الرجل جت في الرجل؟ الكوره في الرجل هي يا كابتن، الكوره في الرجل. ماشي تمام تمام، يعني المهاجم يمتلك الكره صح، ورايح يكمل لعبته علشان يتخطى حارس المرمى، حارس المرمى خد رجليه. طيب بنقول للمساعد في اللحظه ديت لو انت شايف ان في ركله جزاء ادخل لجوه الملعب، يعني اللي هو عمله صح، اللي هو عمله صح ادخل عشان تقول لي من غير ما تدي رايه، عشان تقول لي انها ركله جزاء، حتى من غير ما يدي رايه. ده ادى رايه كمان، يعني قال له اديني وايماني، ده بيحلفان يعني ضرب الجزاء وبيحلف على المصحف. ده بيقول له ان انا متاكد فيها. فهو صباح شاور له من تحت لتحت. لا
وما زلنا مع الخطايا التحكيميه للحكم محمد الصباحي مع النادي الاهلي، لكن في مباراه الاهلي ودجله في موسم 2017-2018 برضه رفض احتساب ضربه جزاء واضحه جدا لوليد سليمان امام وادي دجله في الموسم ده. ادي الكره اتاخدت بالقدم اهي، خلاص براءه، مفيش مخالفه هنا، هنا معرفش ياخد الكوره، خدها المهاجم، يبقى هنا يتحاسب. اذا ركله جزاء واضحه لم تحتسب. اظن احنا ما قلناش حاجه من عندنا، وكل الاخطاء او الخطايا التحكيميه اللي عرضناها موافقه براي خبراء التحكيم. وطبعا دي مش كل الاخطاء بالنسبه للحكم محمد الصباحي، لان في حالات اقل فداحه من الحالات اللي عرضناها دي، مثلا زي لمسه يد على الزمالك برده امام دمنهور في موسم 14-15، وموسم 19-20 او 18-19 برده في لمستين يد على الزمالك امام سموحه، لكن الحالات دي تجوز يعني تعدي، لكن اللي عرضناه ما يعديش ابدا من الحكم محمد الصباحي. بعد اللي شفناه ده لازم نركز قوي مع الحكام اللي حرموا الاهلي بنقطتين واهدوا الزمالك 3 نقاط في اسبوع واحد من الدوري الحالي، واحنا لسه بنقول بسم الله. فطبعا لازم نركز ونتكلم عن التطبيق الصحيح لتقنيه الفار اللي بنطالب باستمرارها. احنا مش هنقول بقى ونقع في الفخ ان هو بلاها فار طالما الاخطاء دي موجوده، لا، وجود الفار بيفضح الاخطاء دي، لان في وجوده مش بيكون في اي عذر لطاقم الحكام. اخيرا انا مش قلقان فنيا على الاهلي في الموسم الحالي، ان احنا طبعا اكيد افضل من موسم 2014-2015 في كل النواحي. احنا هنا بنتكلم عن المنافسة الحقيقية من غير مساعدات تحكيمية لفريق على حساب فريق اخر، احنا عايزين منافسة حقيقية مش منافسة وهمية، وفي الحالة دي ان شاء الله هنحسم الدوري من بدري جدا عشان نركز في مشوارنا برضه في كاس عالم الاندية، وكمان مشوار التتويج بالبطولة الـ10 في دوري ابطال افريقيا ان شاء الله. اتمنى تكون الحلقة عجبتكم، والسلام عليكم.